صلوا على رسول الله. في خاطري شيء ودي أقوله، بما أن على الخط في عندي قصة صغيرة أقول لكم إياها، أتمنى تنتبهون لكل كلمة فيها تستفيدوا منها إن شاء الله، بس تابعوها للأخير. يقول لك واحد من الشباب يقول أنا شخص عادي يعني، حالي من حال الشباب الباقيين، يقول درست مدرستي وكذا، وأبوي اشترط علي أني أنا لازم أروح الجامعة. يقول رحت الجامعة الحمد لله وتخرجت من الجامعة، وحالي من حال الشباب يعني، ماش ما أقول لي متدين، بس المهم أني أصلي وملتزم وكذا وأموري طيب. يقول تخرجت من الجامعة واشتغلت الحمد لله، الأمور سالكة تمام مية مية. يقول بعد فترة قالوا لازم تتزوج. قلت له أتزوج ليش لا، شوفوا لي وحدة. فمعارف أهلنا وبنت عمي وبنت خالي وكذا وكذا، يقول قلت لهم اخطبوا لي. فقالوا لي بنت عمك وبنت خالك وما أدري منو وكذا كذا، يقول يلا اختاروا لي وحدة خلنا نشوف. يقول اختاروا وحدة لي، يقول رحت أشوفها ما دخلت مزاجي. قلت لهم لا ليش ما ليش، قلت لهم هذا زواج وكذا وعشرة عمر، فلازم اختار شيء يكون يناسبني. يقول قالوا فلانة نشوف فرحة ويخطبونها وكذا كذا، اوكي النظرة الشرعية اروح ما تضبط. اختي قالت انا عندي وحدة في الجامعة وياي وخلني اشوفها، اذا توافق كذا كذا قال زين شوفيها. شافوها وما عندهم مشكلة، قالوا ولدنا ما يدخن وما ادري ايش ويصلي وجامعي وكذا ومواصفاتي توب الحمد لله رب العالمين، وناس ومعروف ما عندي اي مشكلة. يقول احنا النظرة الشرعية ايضا ما كانت بالمستوى او ما كانت طموحي اللي انا ابغيه للاسف. يقول تميت على هالحال، يخطبون لي اروح اشوف ما تضبط معي. يقول يوم من الايام كنت في الدوام، يقول استأذنت عندي شغل في دائرة من الدوائر، طلعت من الدوام ورحت. يقول أول ما وصلت هناك عند الباب، يقول أنا وقفت معي سيارة، يقول أنا ريوست وسيارة ثانية وقفت معي. يقول نزلت البنت من السيارة، في بنت كانت تسوق السيارة، يقول نزلت وأنا نزلت وراها. يقول أنا أمشي سريع عشان ما أمشي أشوفها من وراء. يقول جاوزتها فشفت إنها بتدخل نفس المكان اللي بتدخل فيه. يقول دخلنا فتحت لها الباب قلت لها تفضلي، هي دخلت في قسم النساء وانا دخلت وين قسم الرجال. يقول خلص شغلي وطلعت. يقول في نفس اللحظة اللي انا طلعت هي طلعت معي. يقول رحنا سيدة عند سيارتنا، يقول وقفت عند السيارة ومش على اساس اني انا اغازلها ولا اخذ رقمها ولا شيء والله، بس وقفت لان باب السايق في باب السايق، يعني انا ريوس وهي آية بالعكس فوقفت سيارتها صح، فالباب عدى الباب فأعطيتها فرصة على أساس أنها شو أنها تركب سيارتها، يعني رديت وراء قلت تركب سيارتها بعدين أنا بطلع. يقول وهي واقفة عن باب السيارة شو سوت، رفعت الغشوة عشان تشوف المفتاح في السيارة، رفعت الغشوة يقول دور المفتاح في الشنطة. يقول أنا رفعت رأسي، يقول رفعت رأسي ولا أشوف يقولون فلقة من القمر، وحدة ملكة جمال تحت الغشوة هذه. يا الله، يقول هذه اللي أنا أبغيها. أنا مش من طبعي أني أنا أغازل بنات ولا أكلم بنات الناس ولا شيء، ما أعرف شو أسوي. يقول قمت تصب عرق من فوق لين تحت، شو كيف أتصرف. يقول كيف أتصرف قبل ما تروح عني، لأن إذا راحت بتم أدق سداس بخماس وما أعرف شو أسوي، بتم أفكر وحاتي وليش ما سويت شيء ما شيء. يقول شجعت وقلت لها لو سمحت يا اختي، قالت لي امر. قلت لها والله لا تفهميني غلط، انا شخص والله لا لي في سوالف البنات ولا لي في شيء ولا في كذا، بس ممكن طلب بسيط. قالت لي شو، قال لها انا فلان ولد فلان وانا ادور على حرم وازوجها، وانت ما شاء الله عليك اذا هم متزوجه انا خاطر فيك عيبتيني. قالت شي على طول، قالت له والله انا ادور الشكل، ادور وحده ما شاء الله عليك انت يعني تغشي وكذا وامورك تمام، فاسمحي لي يعني تاخذين رقمي فكري، عيبك الموضوع استخيري كذا، اذا اوكي كلميني وانا اوعدك اني ما اتكلم وياك، ايبها ليلك يعني ايب الوالده واخواتي يشوفونك وكل شيء والامور تمام وان شاء الله ما بيصير الخير، خذي الرقم انت عندك. قالت خير ان شاء الله.
خبط الرقم ركبت السيارة وراحت. يقول أنا حسيت إني ملكت الأرض وما فيها. يا الله أجمل بنات الكون لقيتها، اللي في خاطري لقيتها. يقول جلست يوم يومين تليفوني فول شارج، تليفوني ما أشغله، ما أتكلم مكالمات طويلة، أخاف تتصل يكون مشغول، أخاف يعني. عادة يقول أنا يعني أرقد أخلي التليفون على سايلنت، لا مستحيل، التليفون 24 ساعة شغال، لدرجة أن وقت الصلاة تخيلوا يقول أحط التليفون قدامي يمكن تتصل. يقول تميت على هالوضع أسبوع كامل. وبعدين البنت هذه بهدلتني، يقول يوم من الأيام يقول أنا ما يأس متأكد أنها بتتصل، ما أدري عندي إحساس قوي. يقول يوم من الأيام رن التليفون، يقول رن التليفون، يقول أنا متيقن أن هذا الرقم هي، لأن أنا نادر ما حيتصل فيني، ما عندي علاقات وايد، ربعي في الدوام، أمي، أخواتي، أخواني بس، والنسوان اللي أكلم في التليفون أمي، خالتي، أختي، معروف أصواتهم. ألو، سمع صوت واحدة، قلت لها هلا ومرحبا بزوجة المستقبل. قالت أوف 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 كيف عرفتني؟ قال لها أصلا أنا ما في صوت غريب يجيني يعني من 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 النساء إلا أنتي، أترياك أنتي فارغ الصبر وأعرف حتى حافظ نظرة صوتك، حافظ كل شيء. قال لها طمنيني يا أمري. قالت ما دام اتصلت أنا معناتها شو؟ حياكم. قلت لها زين ممكن نتعرف بس أنتي منو منو كذا كذا كذا. قالت لي أنا لو أقول لك بنت منو بجرب أقول لك الاسم وتعرف أنا بنت منو. يقول أنا مالي شغل يعني تكوني فقيرة تكوني غنية، أنا مالي شغل. من السيارة للعلم يقول إنها بين عليها بنت عز، من سيارتها واضح إنها غنية يعني كذا. قالت له أنا بنت فلان الفلاني. ها أنت بنت فلان الفلاني؟ قالت قال لها أنا يعني عندكم مشكلة في مسألة الطبقات الاجتماعية وكذا كذا. قالت لا هو إنسان يعني برغم إن الحمد لله المركز اللي وصل له والوضع اللي وصل له الحمد لله يعني إنسان خايف الله وما عنده هالتفرقة هذه، بالعكس يدور زوج صالح لبناته. أنا خواتي مزوجات يعني أزواج ثانية. قال لها الحمد لله رب العالمين. قال زين مهم حددنا الموعد وكذا بعد ما مكالمة طويلة وشرحت أنا وضعي وضعها وكذا 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 كذا. فقالت لي خلاص تعال. يقول شليت الوالدة وخواتي وكذا وراحوا شافوا هناك. يقول يوم رحت ولا مو ببيت ساكنين، ساكنين في قصر ما شاء الله، سيارات وخدم واستقبال وترتيبات وكذا كذا كذا. يقول استقبال مال أمي كان عرس، أمي وخواتي رايحين كان عرس مسوي لها. المهم راحت الوالدة وأنا أحوس في ذيك السكيك أتريا ما رايح راد. يقول ما رحت مكان أتريام. يقول شوي ولا متصلين في تليفون. قالوا تعال خطا طمنوني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، من عند الباب يستقبلونا نحن طالعين، كانهم يعرفونا من سنين، ناس والنعم فيهم. والحين شو الترتيب؟ قال خلهم خلاص، قالت نحدد موعد عشان الرجال يجون وتكون خطبه رسميه. يقول حددنا موعد عشان الخطبه الرسميه وكذا كذا. يقول انا ما اتصلت فيها نهائيا عشان ما احسسها اني انا كذا، قلت ما بكلمها الا بعد الفجر. يقول احنا طبعا خطبه الرجال وكذا وكذا كذا، فانا من حرصي قلت خلوها نظرة شرعية، يعني أبغى أشوف النظرة شيء وأشوفها، ممكن تغيرت، ممكن واحدة ثانية، ممكن راحوا لي واحدة ثانية. فالمهم يقول رحنا في النظرة الشرعية ولا لا يتهي وأحلم الأول واحدة ما شاء الله. يقول اللي شفتها شيء واللي يت في النظرة الشرعية ما شاء الله شيء ثاني، الاستعداد قوي طبعا كل شيء تمام. يقول أنا يعني ودي أزوج اليوم قبل باكر من الجمال، من يقول أنا ما أشوف بيتهم وقصرهم وكذا وكذا كذا، أنا بس ترياهي شفتها قلت يا الله. المهم خلصنا نظرة شرعية الحمد لله والأمور تمام، قلت لهم أوكي خلاص توكلوا على الله. ترتيبات العرس يقول كل شيء أحس إنه يمشي بسرعة، نظرة الخطبة، النظرة الشرعية، الملجة، خلاص حددنا موعد الملجة، ملجنا كذا كذا. فالحمد لله حتى يعني أبوها ما ضغط علي، دفعت قال لي ادفع اللي تقدر مهر، حط 10,000 يعني مبلغ بسيط جدا. قال لها أبشرك ترى أنا باني حق البنية هذه، هاي بنية عزيزة وغالية علي، باين لها فيلا خاصة فيها، لا تتعب عمرك ولا تأجر بيت ولا تبني بيت ولا شيء، فيلتكم جاهزة ومفروش وكل شيء، بس يبقى ناديرك وتعال. قلت
الحمد لله. وسيارات ترى موجوده، كل سيارات ما شاء الله صف من الروز رايز وانت نازل وتنقى اللي تبغاه. يقول الحمد لله بعد فتره كذا رتبنا شهر شهرين تم الزواج الحمد لله وامورنا تمام، ورحنا شهر العسل وكذا وردينا ورجعت لدوامي انا ومرتاح نفسيا وحققت يعني اقوى طموح عندي في الحياه اني ازوج وحده اللي انا اختارها، قلبي اختارها، والحمد لله حملت زوجتي جابت ولد وكذا ويابت عقبها بنت. يقول في الفتره هذه ابوها يسالني وين تداوم وتداوم كذا كذا كذا، قلت مكان الفلاني، قال اللي هو رئيسكم فلان، قال لي قال شو وظيفتك انت هنا، قلت موظف عادي يعني، قال لي جامعي موظف عادي، قال لي والله موظف عادي. يقول يومين ثلاثة ايام ولا يطلبني الرئيس، انت نسيب فلان، قلت هي نسيب فلان، ترقية شوي حطوني رئيس قسم، مرت كم شهر حطوني مدير ادارة. الله ترخي، مستغربين في الدوام، سيارات كل يوم والثاني، انا ينهم سيارة كل يوم والثاني، لبسي غير، سياراتي انجلبت 180 درجة، ساعات سيارات سفرات روح رد، ما عندنا اي مشكلة، فلوس ما عندنا اي مشكلة، نسكن في اغلى الفنادق، انت ما شاء الله عندهم خير، وانا يعني الحمد لله بعد برغم ان في خير وكذا، حتى طلبت مني اني انا افنش، قلت لها لا ما بفنش، انا بستمر الدوام وخلاص يعني امورنا طيبة الحمد لله، فمتفاهمين وعايشين بسعادة جميلة جدا. يقول من ضمن السوالف انا وياها جالسين نسولف، يقول قلت لها نحن عندنا في البيت عادة، يقول أبوي إذا إحنا أنا وإخواني إذا ما قمنا نصلي فشي يسوي، ما يكلمنا، يوعينا قبل صلاة الفجر، قوم نصلي الفجر، قوم نصلي الفجر، إذا اللي ما يوعى يرش عليه جيك ماي. قالت تصدق هذه العادة موجودة عندنا؟ قال لها شو نفس العادة؟ قالت هي نفس العادة موجودة عندنا. قال لها حلو. المهم قال لها شو رايك، قالت شو رايك نطبق هالشيء علينا، ان احنا فرضنا ما يطوف صلاه الفجر ما تطوف عنا، واذا انا ما وعيت صبي في وجهي مي، هي تقول اذا ما وعيت انا صبي في وجهي، واذا انت نفس الشيء انا صبي في وجهك مي، ما بنزعل ولا ما ضرب. قال لا ما بنزعل، كل شيء ولا الصلاه، وما شاء الله كلهم ناس مصلين وكذا وحايبين الله امورهم طيبه. يقول مرت الايام، يقول احنا انعزمنا عند ابوها، طبعا العزايم هناك بوفيهات وحركات وخدمه في اي بي وكذا وكذا وكذا، انا عايش ملك، عايش في حياه تختلف عن حياتنا اللي هناك في بيتنا القديم عند هلي. يقول قمت هلي ما اشوفهم يعني الا بالحسره، يعني كل فتره اروح ازورهم وكذا كذا، بس بالرغم هذا يعني كنت اعطيهم حتى راتبي انا ما محتاج له، كنت اعطي ابوي اعطي امي سيارات اشتريت لهم هم خلي عليهم قاصر. يقول يوم من الايام احنا مهم نرجع لمحور الحديث، يقول احنا يوم من الايام انعزمنا، هاي العزيمه، العزيمه اللي هي غيرت مجرى حياتي، يقول رجعتني سنين ورا، تخيل ودمرت كل احلامي وكل طموحي هاي السهره. توقعون شو صار في السهره هذه؟ يقول رحنا تعشينا أمور تمام كذا، يلسة سوالف ويبوها ويأخوانها وكذا، ويحبوني يحبوني، يقول ومصدقين فيني يعني، لأني أنا يقول أنا شخصية مرحة، شخصية يعني متزنة، ما عندي خرابيط وكذا، ومحافظ على بنتهم وكذا كذا كذا. يقول تعشينا خلصنا وسهرنا وكذا، وتأخرنا في السهرة كما بغينا نطلع، لا يلسوا لا تروحون لا تروحون لا تروحون. وبعدين قلت توت الساعة تقريبا 2-3 في الليل، يقول قلت أنا خلاص يعني تعبان، يقول أنا تعبان، قلت خلاص أنا يعني يكفي وإن شاء الله بمر عليكم وقت ثاني، لأن هي العزايم تحصل كل فترة والثانية. يقول رحنا في الليل، رحنا البيت وكذا، قلت للحرمة يعني واحد فينا لازم يرقد عشان الثاني وعي حق صلاة الفجر. يقول قالت خلاص أنت رقد، إذا تعبان أنا بسهر مع العيال والصحبة وعيك لصلاة الفجر عقب الصلاة برقد. قلت لها زين خير وبركة. يقول هني اخترب كل شيء. شو اللي صار؟ يقول أنا رقدت. يقول حرمة وعيني حق صلاة الفجر أنا مالش، مرة مرتين ثلاث على حسب اتفاقنا القديم إنها ترش على وجهي ماي. توقعون شو صار؟ يقول
وعدني مرة مرتين ثلاث أربع يقول أنا ما نشيت. تخيل هني هني رجع فقير، رجع لما كان مثل أول. يقول هي خضت جيك الماي ماي بارد ورشته على وجهي. يقول من رشته على وجهي يقول أنا كان نش مرة واحدة. شوفي قال يا محمد. قلت نعم صوت أبوي. قال قم قم صل. يقول طالعت ولا أنا راقد في صالة بيتنا. ها زوجتي وين؟ قال أي قال زوجتي وين؟ قال أي زوجتك؟ زوجتك. عيالي وين؟ وليش من يابني هني؟ أنا كنت في بيت زوجتي عند عيالي عند كذا. قال أي عيال أي زوج؟ شكلك أنت حلمان. قال ها كل هذا اللي صار لي كان حلم؟ قم 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 صل. قال يقول قم طلعت. تخيلوا أن كل هذه السالفة كانت حلم. تصبحون على خير، مع السلامة. أنا أدري أني خليتكم على أعصابكم في القصة وشديت أعصابكم. في ناس يلا بسرعة بسرعة كمل أبو خليفة. الهدف منها نخليكم تستانسون وتبتسمون إن شاء الله تكون حياتكم كلها سعادة. طرشوها لغيركم خلهم يستمتعون في القصة. تصبحون على خير مرة ثانية.